بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليثيره على دين كله ولو كان المشركون، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الإخوة الكرام، يا أيها الأحباب، قال صلى الله عليه وسلم: لا يترك الله بيت مضر ولا وبر إلا أدخل هذا الدين. وأنا أقف الآن هنا وأنتم ترون هذه القلعة صلاح الدين الأيوبي. أنا مع في الطريق اسمي صلاح الدين، إن شاء الله الألماني إن شاء الله. وماذا أريد أن أقول لكم؟ نحن مسلمون كلما نسمع عن هذه القصص، عن صلاح الدين الأيوبي وسيف الدين قطز أو طارق بن زياد أو محمد الفاتح، نحن نفتخر بهم. ولكن مع الأسف الشديد نحن نتكلم كثيرا كأن هذا الوقت قد فات، ونحن الآن كأننا الآن ضعفاء. وهذا يريد الشيطان. الشيطان هو يريد أننا نشعر كأننا ضعفاء ولا نستطيع أن نغير شيئا. وهذه الفكرة خاطئة جدا، لأن الله يقول: إن تنصر الله ينصركم، وآية أخرى. ولذلك أنا أقول لكم يا أيها الشاب المسلم، لا تنتظر حتى تأتي صلاح الدين الثاني، بل كن أنت صلاح الدين الثاني. اجتهد أنت، لا تستخف نفسك. الحمد لله عندك من ينصرك. الله يقول الله تعالى: لينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ويقول الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولكن ما هي الطريق حتى تكون مثل صلاح الدين؟ الطريق أنك تعين الهدف. ماذا أريد؟ أنا أريد نصرة الإسلام. ثم أنت تخطط الطريق إلى هذا النجاح، طلب العلم ومثل هذه الأمور، ثم تصبر على هذا الطريق. لأن كل إنسان ناجح في أي مجال كان هكذا: عين الهدف ثم فكر كيف أصل إلى هذا الهدف ثم صبر. ولذلك نحن نقول: ما هو الطريق إلى النجاح؟ الطريق إلى النجاح أننا نرجع إلى الكتاب والسنة، ونستمسك بما كان عليه السلف الصالح. وإذا استمسكنا بما كانوا عليه فأحلف بالله إننا لمنصرون. لذلك أقول لكم مرة أخرى: يا أيها الشاب، مهما يعني كان اسمك، فؤاد أو أحمد أو محمد أو محمود أو أي اسم، كن أنت صلاح الدين هذا العصر، كن أنت محمد الفاتح هذا العصر. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.